السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح تشوفوا فيديو جديد كونفيغوراسيون ديال الانترفيلان ولا الروداج انترفيلان. نشوفوا على الشكل التالي كما تلاحظوا هنايا ان سيرفور افيك ان روتور اي دو سويتش اي لي اوت. عندنا الثروه ديال لي فيلان، فيلان 10 هو هذا كيمثلوا هذا البي سي، كاين فيلان 20 هو هذا، كاين هنا فيلان 30. لي زادريس اي بي ديال لي فيلان كاين عندنا 100 ولا اللي غادي نافيكتيو لي بي سي اللي غيكون تابع عند الفيلان اللي كاين 100 10 0 24. كاين هنا 20 0 24 بالنسبه للفيلان 20، بالنسبه للفيلان 30 لادريس اي بي 30 0 12 24. بالنسبه للسيرفور كاين عطيتو لادريس 100 70 غياخد مثلا بوان دو حيت الريزو اللي كينتمي ليه ولا الصور اللي كينتمي ليه هو 190 100 70 0. دونك وغادي نكونفيغيرو اولا لادريس اي بي لي اوت، ابخي غنكريو لي فيلان 10 ل 20 وغنكريو فيلان 99 اللي هو فيلان ناتيف، غنديرو لافيكتاسيون ديال لي فيلان مع لي بورت، اي غنشوفو لو مود اكسيس لو مود تخان، غنشوفو كذلك لادريس اي بي كيفاش غندخلو بالنسبة للفيلان 99. ونشوفو او من بعد نطلعو النيفو ديال الرسوب اللي غنعطيو فيه لي سوز انترفاس افيك لونكابسيلاسيون افيك لي زادريس اي. نبداو اول حاجة نكريو الفيلان في هاد السويتش اللي هو سويتش سويتش ان ليفل كون بي فيلان نسميو مثلا فيلان 10 لو نوم ديالو في 10 باغ اكزومبل. اوكي ايزي فيلان 20 نيم في فيفر هنا في لو نوم على حساب المعطيات ولا على حساب السمية اللي عندك ولا غير السمية اللي فيك. اوكي ايزي ندوزو لفيلان كريو الفيلان في سويتش سويتش 2 ليفل كونفتي فيلان 30 نيم في 30 مازال فيلان 99 فيلان فيلان 99 نيم باغ اكزومبل ناتيف. هنا كريو فيلان 90 فيلان 90 نيم نشانجو لي سمية ماجيكتي تان هنا لا كوموند غنفيريفيو بيها الفيلان شاو فيلان. فوالا عندنا الفيلان 30 لي فيلان ناتيف عندنا في هاد السويتش 2. كذلك عندنا هنا شو فيلان هنا كرينا فيلان 10 و فيلان 20 و فيلان 30. دابا غنعطيو لافيكتاسيون ديال الفيلان مع لي بورت باغ اكزومبل في السويتش هاد السويتش سويتش ان عطاو لافيكتاسيون ديال فيلان 10 مع البور اف 02 كونتي انترفيس اف 02 سويتش بور. اول حاجه مود اكسس سويتش بور اكسس فيلان 10 اكزيست ندخلو للانترفاس اللي هي هادي نعطيوها لافيكتاسيون مع الفيلان ده سويتش فور مود اكسس. مود اكسس كتكون اكسس البي سي اس ابخي سويتش فور اكسس فيلان 20 وان فيلان لافيكتاسيون بالنسبة هنا بالنسبة لنا انت غنشوفو
la commande range, compter interface range f, atteint une première porte, une dernière porte. Par exemple, il y a deux portes. On a trouvé F02, c'est F03. Donc F, la commande F0 slash 2, tiré, et non, le premier, le premier interface jusqu'à la fin. Par exemple, on a 13, on dirait tiré 13, on a 20, tiré 20. Par exemple, on a 2, on a 3. Donc, switch for mode access, switch for access, VLAN. Maintenant, le VLAN reste dans l'affectation des deux ports en même temps. VLAN 30. Mais donc, on a un mode trunk, on a un mode access, mais les interfaces connectées, les directement connectées dans les autres, on a un mode trunk. Mode trunk, parce qu'on a un mode trunk. Interface F, les 01, switch port mode 5, switch port 5 natif, mais c'est pas natif, on a un peu de TLC, switch port 5 natif, VLAN, TLC. Mais n'est-ce pas, switch port mode 5, qu'est-ce qu'on ferait un seul interface de l'aide, on ferait l'immédiat. Maintenant, ça n'a rien changé, on peut dire interface natif, VLAN, TLC. Comme D, interface F, 4 switch port natif, switch port train natif, VLAN, etc. كذلك بالنسبه لهاد الانترفاس هي خاصها تكون مود ترين. حيت مود ترين كتكون ما بين لي سويتش و لي روتور، سويتش و روتور او لي سويتش و سويتش. دونك اكزيت انترفيس اف 01 switch port mode, switch port 5 natif, switch port mode 5, il est double, switch port mode 5, et switch port 5 natif, c'est où le VLAN, c'est le C. Nous avons d'abord le routeur, configuration du routeur. Il y a un talent d'abord l'inter VLAN. Comme il m'a parlé l'inter VLAN, il y a le VLAN, c'est le C, il y a l'adresse IP. Adresse IP dialog, elle est écrite comme D, interface VLAN, c'est le C. IP, adresse, on va dire بالنسبة للسويتش، هذا السويتش اه بالنسبة للسويتش دو نعطيو بوان ترو انتيفيس فيلان 90 بوان ترو اي لو ماسك 255 3 فوا دابا كملنا على مستوى ديال لي سويتش اي لي اوت كنت كونفيغري سون ديجا لي زادريس اي باغ اكزومبل 2.2 لو بوان 3 على حساب لي اوت على هاد الشكل. بالنسبة للاوت الثاني كذلك 22 والباسري ديالو لا غياخد الروتور، الانترفاس ديال الروتور هي 21 لي سوز انترفاس ديال الروتور. كذلك بالنسبة لهاد لي اوت لي زوت اوت LPCK. Donc, devrait être une configuration du routeur. Enable, compte T, interface F. L'interface, c'est la première chose que je vais faire. Je vais faire un shutdown. Switch port mode 5. Après qu'un jour, je vais faire un contrôle des sous-interfaces. Les sous-interfaces, c'est comme l'HP. Interface. Fast Ethernet 0/0 point هنا كتعطيه
سوز انترفاس. ثاني مثال هنا عندنا في غاندي سنعطيه بوان دي. إذا كان عندنا فيران دو مثلا نعطيو بوان دو، فالمثال فيران ديس بوان ديس. خلينا حنا دابا سوز انترفاس كما تلاحظوا سيف انترفيس يعني سوز انترفاس. دونك هنا كنعطيو الاي بي ادريس اللي هي 192 192 بوان ديس بوان 1 257 3 بوان. ابخي قبل ما نعطيو لادريس اي بي كنعطيو الانكابسيلاسيون دوت في وهنا من بعد الانكابسيلاسيون لافيكتاسيون مباشره لانك افيكتي بيرانديس ابخي ادريس اي بي اكزي. دونك مانتينو غندخلو للسوز انترفاس 20 انكابسيلاسيون دوت اون كي معاك الفيلان 20 اي بي ادريس اللي غتاخد هي 20.1. كذلك بالنسبة للانترفاس سوز انترفاس بوان 30 دونك ابسيلاسيون ديال 30 معاك الادريس ديالو 31.1.3.255.3.255.24 30. علينا سوز انترفاس ديال فيران 93 93 غياخد حتى هو الانكابسيلاسيون ديالو الانكابسيلاسيون مع لافيكتاسيون 93 غير هنا كنزيدو ناتيف. من بعد لادريس دي بي ديالو اللي غتكون هي بوان 93 بوان فوالا. بقى لينا هنا في حال اللي كان عندنا مثلا في بغينا نعطيو لانتر الفيلان ان حتى هو نفس الخدمة. نشوفو ليكزامبل ديالو هنا كيكون بوان ان فيلان ان لونكابسيلاسيون ها يعني اون لونكابسيلاسيون ديال هاد الانترفاس هاد سوز انترفاس مع لافيكتاسيون للفيلان ان اللي كيكون بار ديف. ادريس اي بي نعطيهم مثلا 1.1 تيجو كونفيغوراسيون شكون قايل من بعد يعني من بعد لونكابسيلاسيون نفيريفي مازال لينا هاد الانترفاس ما عطيناش لادريس اي بي ديالو اللي هي ميتون سيميوس ميوس سين سبعين. هنا مثلا السيرفر عطيتو بوان دو والانترفاس ديالو غياخد كونتي انترفيس اف 0.1 ان سلاش زيرو ان سلاش صفر غياخد اي بي ادريس ادريس 192.168.165.165.165.1 ولا الانترفاس ديال الفيلان كونتي انترفيس فيلان ان تي في ادريس 200.255.3 مثلا 155.155.255.0 نو شت داون ايزي انترفيس فيلان 1 اي بي ادريس انفورميو ميوسين بوان 1 بوان 2 255.255.0
Maintenant, je vais configurer la le passerelle. Passerelle switch, switch. Passerelle récon ou mia ou une série. Conf D. Et défense qui jouait. Mia ou une série, mia ou une série, كذلك بالنسبة لل switch conf d et default joy mutant and new scene point to the same point انا ما قلنا دابا غادي نفيريفيو البينك ما بين لي اوب وما بين لي سيرفر مثلا ما بين لي سيرفر والاوب ديال فيلانتيس فوار لو بينك اي سكسيسفول اي le ping est entre PC1 et PC2 c'est-à-dire que le ping est lourd on espère le PC4 par exemple le VLAN 30 vers ma serveur le ping c'est où bien donc entre le PC3 et PC2 voilà alors je vous fais une simulation puisque le ping maintenant le mobile PC serveur et le PC1 maintenant le fichier switch 1 qui est là c'est le retour الرسول هنا كيدوز ما بين ما بين ما بين الانترفاس اف 00.30 الانترفاس 00.10 كيوقع الروتاج بحال الروتاج ديال الريم او اس بي اف بالنسبه للسي سي ان 2 ولا بالنسبه للسي سي ان 3 كاين الروتاج انترفيرا اللي هو هنا وقع واحد الروتاج وصل لعند سويتش ان من بعد غيدوز عند البي سي كذلك غيرجع ويرجع باش يكمل البينغ وكل انا صافي كنتمنى تكونوا استفدتوا من انترفيرا وكذلك من لي فيلان و بارطاجيو الفيديو مع الناس اللي كيقراو معكم شي سيرفر حتى هما و الا كان شي حاجه كتبوا لي في الكومونتير و نشوفو الى اللقاء في فيديو مقبل.